المغيث ده للسخاوي هو طبعا شرح لألفية الحديث للعراقي، وهو يختلف عن الشرح سابق للسيوطي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فنواصل بمشيئة الله تعالى قراءة كتاب فتح المغيث في شرح ألفية الحديث والتعليق عليه من حيث انتهينا في الحلقة أو في الدرس السابق. تفضل يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين والحضرات أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى: ظن الجهبذ قوة ما وقف عليه من ذلك فأمضى الحكم بما ظن، لكون مبنى هذا على غلبة الظن. مهم بقى حكاية في العلل، إنه هل الحكم بإعلال الحديث من الجهبذ اللي هو الخبير أو العالم المحيط بطرق الحديث، هل هو قطعي ولا هو ظن راجح؟ فالقطع نحن لا نملكه. لماذا؟ لأننا حينما نحكم على راوي بأنه هو وهم، والآخرين المخالفين له هم الذين أصابوا، حكمنا هذا بناء على القرينة التي توفرت لنا، وهو ما ذكره أهل العلم، إن الخطأ على الجماعة أبعد من الخطأ على الواحد المخالف فقط. لكن لا نحن الآن ولا الذين من قبلنا رأوا نفس الأشخاص اللي اختلفوا، ولا اطلعوا عليهم وهم أحياء. ولذلك كثير من الباحثين، يعني الذين التقيت بهم أو تكلمنا معهم، يقولون إن الخطأ اللي يثبت في يعني الأحاديث معناه أنه شيء غير موجود إطلاقا إلا في ذهن من أخطأه، وهذا طبعا خطأ. ما يقول لك ان الوجه الفلاني خطأ، فتيجي تقول له ان الخطأ ده ممكن تأتي قرينة اخرى تصوبه، يقول لك لا، الخطأ ده ان هو شيء لم يوجد اصلا. مسألة لم يوجد اصلا لا نملك ان نقول هكذا، الا احنا جالسين في جلسة دي اللي احنا قاعدين فيها دي، وواحد منا أخطأ والآخرين شافوه أو سمعوه بس. لكن من خلال جمع طرق الحديث وإثبات أن هناك راويا ثقة أصلا خالف ثقات، وبالتالي حكمنا عليه بموجب هذه المخالفة أنه أخطأ، فهذا حكم ليس واقعيا، وإنما هو حكم بالقرينة، كما نحكم في القضايا التي ترفع أمام المحاكم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم على مسألة القضاء دي بالقرائن قال: إن من لعل بعضكم يكون ألحن بالحجة من آخر فأقضي له، فإذا لم يكن يعني صاحب حق فإنما هي قطعة من النار. لماذا؟ لأن لا الرسول شاف الاثنين عندما سرق وعندما سرق، ولا شاف الشهود عندما اتفقوا معهم أو اختلفوا، وإنما حكم بموجب ما ظهر له. وصحيح كان يأتيه الوحي،
لكن الوحي لا يأتي في كل شيء، وإنما يطالبه بأن يحكم بما يعلم وبما يظهر له. ولما سيدنا كعب بن مالك وقع في منه التخلف عن الغزوة وجاء يعتذر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء آخرون اعتذروا وكانوا غير صادقين في عذرهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما نأخذكم بعلانيتكم فقط. فلذلك الخطأ اللي بنحكم به أو بيحكم به العالم هو خطأ بالقرينة التي توافرت له، مثل الشهادة. ولذلك الشهود في القضاء يطعن عليه، والقاضي إذا وجد الطعن في محله يقبله. لماذا؟ لأنه هو لم يباشر القضية بنفسها عندما قتل القتيل أو عندما سرق السارق أو هكذا. فلذلك نبه العلماء على أن الظن أو الترجيح الذي نرجح فيه وجها من وجوه الحديث على الوجوه الأخرى إنما هو أمر ظني، والظن في هذا الموضع كافي، لأن الظن كما تعلمون هو إدراك الطرف الراجح بخلاف الشك، فالشك إدراك طرفين ولسنا جازمين بأن أحدهما هو الصواب أو أن أحدهما أقوى من الآخر، فهو الشك هو الذي لا يبنى عليه. أما الراجح أو الترجيح يبنى عليه. فلذلك الكتب أو الأحاديث اللي فيها كلام بالإعلال تجد في الترجيح فيها رأي ورأيين وثلاثة، وكل رأي منهم يستند إلى قرينة، والقرينة دي بتعطي أن الوجه الفلاني مقبول. يأتي واحد يقول له لا، القرينة دي ليست كافية لأن هناك قرينة أخرى تقول إن هذا الراوي الثقة اللي كذا كان يخطئ في حديث فلان وهو يروي هنا عن فلان، فيسلم له. ثم يأتي واحد ثالث يقول لا، إن الإعلال أو السبب في الوجه الفلاني ويحدده. كل منهم يحكم بما توافر له من الأدلة، ونحن المتأخرين مطالبون بأننا نجمع أكبر قدر ممكن أن نصل إليه من الآراء والأدلة ونمحصها، وقد نخرج برأي يخالف المجموع، أو قد يظهر لنا أن الذي قال بالرأي الفلاني هو الذي يؤخذ به لأن ليس عليه ملحظ من وجهة النظر وهكذا. لكن كثير من الباحثين ما يصدق، مثلا يلاقي أن أبو حاتم قال هو منكر فخلاص، يجي مضيع الحديث وجايب النقل وفعلا ابن أبي حاتم أو أبو حاتم قالوا أنه هو منكر. بينما لو بحث، وحتى هيجينا مثال الآن، هتجد إن النقل في ترجيحه اختلف. فلذلك المتأخر مهمته فيها صعوبة. لماذا؟ لأنه أصبح لديه كمية من الأقوال والروايات والأسباب الترجيحية ربما أو بالجزم إن هي لم تتوافر لمن تكلم في الحديث قبله. فمن يريد السهولة إنه يخلص نفسه يجي لاطعها في واحد، فلان قال منكر خلاص، وكويس كتر خيره حتى إنه قال فلان قال،
لأن بعضهم يروح متقمص القائل، يعني يشيل أبو حاتم ويحط نفسه، الحديث ده منكر. بل قاعدين أو السامعين ما دام واثقين في الشيخ، ولا خلاص شيخنا الشيخ فلان، طبعا من غير قدح في أي حد عشان ما حدش يفهمنا خطأ، شيخنا الشيخ فلان ضعفه. إحنا الآن مش مسألة فلان ضعفه ولا فلان، ما دليل المضعف؟ لأننا لسنا عوام، العامي هو الذي إذا قال لك والله الست كذا وأنا حلفت عليها تقول له لا روح خلاص، ما يسألكش بقى دليلك أنت إيه، لا يروح يقول لا الشيخ قال ماشي خلاص الأمور تتوضأ. لكن أنت ما دمت طالب علم ما فيش حاجة اسمه الشيخ قال. نحترم الشيوخ على عيننا وراسنا وكتر خيرهم، وناس ربما عدد منهم سادت ثغرة في موضعه، لأنه هو لو توقف سيجد طلبة العلم اللي هم المبتدئين أنه ليس هناك حتى من يجمعهم على طلب العلم. لكن إحنا كطلبة علم نريد أن نكون يعني مفيدين، وألا يكون علينا وزر في ما نقول، أنه نبحث عن الدليل، وإذا لم نجد دليلا نقف عند ما وصلنا إليه. لكن إنك أنت تحذف أصحاب الأقوال وتتقمص أنت شخصيتهم، لا، المفروض إن ما دام أخذت رأي أو ترجيح أو حكم من مصدر أنك تنسبه لي. ولسه دلوقتي هاي هنقول للسخاوي أنه هو جاب تعريف شيخه الحافظ ابن حجر ولا رضيش يقول، مع أنه حريص، يعني هو حريص السخاوي دائما يقول قال شيخنا، في ده بالذات ما جابوش. ليه؟ قال لأنه هو ده البقاعي اللي هو معاصره، هو اللي نقله عن ابن حجر، هو مش عايز يبقى عالة على الشيخ، الله أعلم، ونحن لا ندخل في النوايا. لكن ما حدش ذكر التعريف ده ونسبه لابن حجر إلا البقاعي في النكت الوفي، فراح هو رامي هنا التعريف وسابه، ما رضيش يقول من فلان. ليه؟ لا أعرف أنا إلا مسألة منافسة الأقران، ومنافسة الأقران دي إن كنتوا جدعان حلوها. صعب انك انت تحلها، وكلهم شيوخ وعنا تجمعنا الصلاة ونصلي ان شاء الله الظهر، لكن تبص تلاقينا اتقلبنا كلنا ائمة في درجة واحدة. هذا هو ما يفسد الامر. تفضل يا مولانا. لكون مبنى هذا على غلبة الظن، او غلبة الظن بس، لان اليقين معناه أن تحضر بنفسك الوقائع والحال أنه ما حصلش، وهذا أيضا السبب الذي يجعلك عندما تجد العلماء مختلفين، إن كنت عدو للسنة تقول آه تعالى شوف علماء السنة بيخبطوا ببعض، هم ما خبطوش في بعض يا أخي. أنت لو خدناك دلوقتي ورجعناك لعصرهم ما تجد أن كانوا بيتصرفوا صح، واحد في الشام وواحد في اليمن، ولا فيش موبايل، كيف يعرف صاحب الشام أن صاحب اليمن قال؟ ما فيش. فلذلك لم يكونوا يخبطوا ببعض، إنما كان كل منهم يجتهد في البلد الذي هو فيه بما علم فقط. فأنت قبل ما تلسن على السنة وينالك عقوبة من يطعن على ناس أفضوا إلى ربهم، اعرف أنه كانت طبيعة الخلاف، لماذا حصل الخلاف؟ هل كان عن تعمد ولا عن كان طبيعة الأمور؟ طبيعة الأمور. تفضل يا مولانا. أو وقف بإضغام فاءه في فاء فأحجم بمهملة ثم جيم، أي كف عن الحكم بقبول الحديث وعدمه احتياطا لتردده بين إعلاله بذلك أو لا، ولو كان ظنا إعلاله أنقص. ولو كان ظن إعلاله،
ولو كان ظن إعلاله أنقص. كل ذلك مع كونه أي الحديث المعل أو المتوقف فيه ظاهره قبل الوقوف على العلة أن سلم أي السلام منها لجمعه شروط القبول الظاهرة، ولا يقال القاعدة أن اليقين لا يترك بالشك إذ لا يقين هنا. إحنا الآن في البداية لم نحصل على يقين، كما قلنا الحصول على اليقين أنك أنت تحضر ساعة ما الحديث دروي لأول مرة، وهذا لم يحصل. فما بقي بعد عدم حصول اليقين إلا البحث عن الظن الراجح. ولذلك نحن كلنا طلبة علم ونعرف أن جميع الأحكام الشرعية مبنية على غلبة الظن وليس على اليقين. وأن المصدرية وما بعدها في موضع، ده كلام بيحل باعتباره شرح كتاب فبيشرح العبارات. وأن المصدرية وما بعدها في موضع رفع على الخبرية لقوله ظاهره والجملة يعني أن سلم والجملة في موضع نصب خبر لكونه والجملة في موضع نصب خبر كذا كذا خبرا لكونه، أيوة. وحينئذ فالمعل أو المعلول خبر ظاهره السلامة اطلع فيه بعد اطلع أي لأن مش عارفين مين اللي اطلع، يعني مش ما نستطيعش تحديد اللي اطلع لأنه يتعدد المطلعين. اطلع فيه بعد التفتيش على قادح. ده اللي نص كلام الشيخ ابن حجر في النكت الوفية للبقاعي، بل انه هو البقاعي بيقول عبارة ابن حجر في هذا واحسن من هذا ان يقال كذا، يعني مش هو قال التعريف ده بس، ده ذكر التعريف هذا واستحسنه، يعني قال انه احسن من تعريف ابن الصلاح. وهو فعلا انت لما تتأمله تجد انه هو اعم او اشمل من تعريف ابن الصلاح، خاصة ابن الصلاح انه قيد العلة بان هي تكون في الحديث الصحيح، بينما هو هنا خلاها مفتوحة تشمل الحديث الصحيح والحديث الحسن. ولذلك الشيخ السخاوي لما جاي يقول هنا في صفحة اللي قبلها قال إن أسباب العلة تقدح في قبول الحديث مش في صحته. ليه؟ قال عشان يدخل العلة اللي تدخل في الحديث الحسن والعلة التي تدخل في الصحيح، وذلك لأن ابن الصلاح وإن كان قيد في التعريف بالصحة إلا أنه لم يحصرها، لم قالش لا تقول إلا في الحديث الصحيح كما يقول كثير من التعليقات المعاصرين الآن، يقول لك لا العلة لا تكون إلا في الأسانيد في أسانيد الثقات، فلم يحصل هذا لا من ابن الصلاح ولا من غيره. ومن أمثلته حديث ابن جريج عن موسى بن عقبة. طبعا الشرح دوت في من طلبة العلم يعني الباحثين من قالوا إن هذا التعريف اللي هو خبر ظاهره السلامة اطلع فيه بعد التفتيش على قادح يشمل جميع أنواع العلل الظاهرة والخفية، وكده يبقى تعريف جامع مانع. طبعا كلمة ظاهره السلامة تمنع من دخول ما يكون إعلاله بعلة ظاهرة. طبعا الظهور والخفاء مقرر أو محدد بطالب العلم،
لان انا ما اقدرش اقول ان الاسانيد ومعرفه احوالها تكون لغير للعامي. فلذلك الرواه المعروفين بالضعف لا يدخلوا في هذا التعريف، لانه ليس ظاهر روايتهم السلام، بينما العله تشمل السند الذي ظاهره السلامة والقبول، والسند الذي ظهر فيه من البداية أنه مضعف بسبب من أسباب التضعيف. وبكده يبقى المعلول يشمل ما هو معلول بعلة خفية وما هو معلول بعلة ظاهرة. والعبارة اللي هنا خبر ظاهره السلامة ما تدخلش العلة الظاهرة، لأن العلة ظاهرة مش ظاهره السلامة، ده ظاهره الضعف. فيبقى التعريف ده القول بأنه جامع مانع يعكر عليه كلمة ظاهره السلامة دي. يمكن أن يكون هذا تعريف لجزء من الأحاديث اللي تدخلها العلل، والجزء الثاني الذي ظاهره المعرفة بالضعف هو الجزء الآخر. بناء على نفس مضمون كتب العلل، كتب العلل فيها لغاية الأحاديث الموضوع، فهل نستطيع أن نقول إن الأحاديث الموضوعة ظاهرها السلامة؟ فلذلك القول بأن هذا التعريف، لكنه بلا شك أشمل من تعريف ابن الصلاح، لأن ابن الصلاح قال ظاهره الصحة، وهو يتكلم في كتب المصطلح، فيبقى محمول كلامه على الصحة اللي هي مقابلها الحسن والضعيف. لكن هنا لما شال الشيخ ابن حجر الدرجة، درجة الحديث، أصبح التعريف ده أشمل من تعريف ابن الصلاح، لكنه جامع للكل ومانع من دخول غيره لا نستطيع بعد وجود كلمة ظاهره السلامة. ومن أمثلته حديث ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من جلس مجلسا كثر فيه لغطه فإن موسى ابن إسماعيل أبا سلمة المنقري رواه عن وهيب بن خالد البهلي عن سهيل المذكور، فقال عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود التابعي وجعله من قوله. فأصبح متعارض فيه الإيه؟ الرفع والوقف، إضافة إلى ما سيذكره الإمام البخاري للإمام مسلم من أنه هو فيه انقطاع في إسناد المرفوع. إرسال نقول على التابعي، إرسال ولا وقف؟ نقول عتبة بن التابعي يقول فإن فعل عبد الله بن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود التابعي، كده تعرض لإرسال ولا الوقف؟ لا، الانقطاع. أيوة، قصدك على الوقف. هو الوقف إذا قيد يشمل. وبذلك أعله البخاري وقضى لوهيب مع تصريحه بأنه لا يعرف في الدنيا بسند ابن جريج هذا إلا هذا الحديث. أيوة. قال لا نذكر لموسى سماعا من سهيل، وكذا أعله أحمد وأبو حنيفة. لا نذكر، وفي يعني نسخة تانية لا يذكر يعني. وكذا أعله أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة، والوهم فيه من سهيل، فإنه كان قد أصابته علة نسي من أجلها بعض حديثه. فيبقى إذن سهيل السبب الإعلال فيه أنه كان في أول أمره ثقة ثم طرأ عليه الضعف. ووهيب أعرف بحديثه من ابن عقبة. يبقى دي قرينة تانية، يعني قرينة تانية في ترجيح الوجه اللي فيه وهيب، لأنه
خصوصيته الراوي من ضمن ما يرجح به الوجه الذي فيه الخصوصية. على أن هذه العلة قد خفيت على مسلم حتى بينها له إمامه. دي اللي تبين لك بقى أن لما نقول أن الحديث هو الذي فيه علة خفية، الخفاء والظهور إذن نسبي، مش منضبط. يعني لا نستطيع أن نقول أن البناء كله على الخفاء، لأنه ما خفي علي ظهر لك، وما ظهر لك خفي على غيرك، وهكذا. فلذلك العبرة بالخفاء والظهور أو التقييد بالخفاء والظهور هو نسبي. ولذلك الإمام مسلم عندما جلس أمام شيخ البخاري كان خافي عليه، وعندما جلس البخاري أمام تلميذه مسلم كانت العلة ظاهرة له، فاجتمع في هذا المجلس الظهور والخفاء لأمر واحد، وهو علة هذا الحديث. فلذلك التقييد بالخفاء يعني أمر نسبي، ليس مضطردا في كل المخاطبين، وإلا الاثنين اللي هم كانوا القضية إعلال الحديث دي بينهم، الاثنين نقاوة، يعني البخاري ومسلم. هنجيب أعلى من كده ماذا؟ فلذلك الخفاء حصل مع وجود الإمامة، وأيضا الإمام مسلم لما سمع كلام شيخه الإمام البخاري في هذا الموقف أقر له، يعني لم يعارض فيه. مع أنك أنت لما تقرأ جامع الترمذي تجد أن الإمام الترمذي أحيانا يأتي برأي الإمام البخاري ويخالفه، يقول لا والله أنا ظهر لي دليل كذا كذا أخالف به البخاري. فلذلك الخفاء والظهور اللي احنا عايزين نتمسك به هو نسبي وليس حقيقي بدليل هذا المثال. وكذا اغتر غير واحد من الحفاظ بظاهر هذا الإسناد وصححه حديثا، وبغيره كثير ما تجد تصحيحات للحاكم في المستدرك كثيرا ما يقول فيها المتعقبون له بأنه سلك أو صحح الحديث على ظاهر الإسناد. لماذا؟ لأنه ما كانش عنده معلومات عن هذا إلا الذي ذكره. تفضل يا مولانا. وحديث حماد بن سلمة وغيره عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رفعه: من باع عبدا وله مال ومن باع نخلا قد أبرت الحديث. فإن بعض الثقات رواه. الحديث ده أنا أرجو أن إخواننا اللي هم لسه داخلين في موضوع العلل يخرجوه ويقروا الكلام اللي هو حاصل عليه، هو في كتابين اثنين، الإمام الدارقطني واللي معاه منكم طبعة فضيلة الشيخ عبد الكريم، يجد ان هو محول على المخطوط، مخطوط علل الدارقطني، لان وقت ما كان بيعمل الرسالة دي احنا كنا ما في ايدناش علل الدارقطني، وكانت النسخة الكاملة لا توجد لحد الان، الاكمل النسخ يعني الا في مصر هنا، وكانت مصر لا تقيم للعلل سوقا، فأصبح كالعيس في البيداء أضناه الظمأ والماء فوق ظهوره محمول. حتى تقرير مادة يدرس فيها العلل ما كانتش إلا لما جاء الشيخ الطيب، وهذه أيضا ليست من باب يعني أي شيء غرض، إن دي حقيقة تاريخية، لم يدخل مادة العلل في مقررات كليات أصول الدين من أسوان حتى اسكندرية إلا على يد الشيخ أحمد الطيب.
وقبله لم تكن المادة مقررة، وحتى الآن تترنح. يعني احنا بنحاول بقدر الإمكان ان هي تاخد مجالها، لكن هيمضي عليها وقت. فلذلك احنا معانا كتاب كامل اهو، وفتحين كلية اهي او كليات فضلة خيرك، وندير للاثنين ظهرنا وندق. طب لماذا؟ قال لأن أصلا اللي بدأوا يدرسوا علوم الحديث كانوا كلهم من قسم أصول الفقه حسب التاريخ، وكانوا أيضا من العلماء الموسوعيين اللي هم يدرسوا لغة ونحو وصرف ومنطق وفقه وأصول فقه ومصطلح حديث وحديث، وبعدين يقول لهم ما تاخد بقى الأستاذية اختار من الفروع دي كلها فرع واعمل فيه بحث، وهو صاحب الاختيار. فينقي هو بحثه ويجي واخد فيه وخلاص. وأنا درست في وقت في كليات كانت كده برضه، كان يجينا طالب كلية الشريعة يسجل يدرس دراسات تمهيدية في كلية أصول الدين، فهو ماشي وبينجح يعني في الموضوع. لكن التعليم الأولي اللي انت يفتح ذهنك عليه يبقى له تأثير. فإن بعض الثقات رواه عن عكرمة فقال عن الزهري عن بس ارجعوا للحديث ده، الشيخ تلاقيه عندك اللي معاه الهامش تلاقيه محول على موضع واحد اللي هو اللي في الجزء الرابع المخطوط، بينما هو الشيخ الدارقطني اتكلم على الحديث ده في موضعين، لأن هو بيقسم الروايات على حسب الطرق اللي عنه الصحابي. في الجزء الثاني من العلل مسألة 102، ودي الشيخ ما حولش عليها، لكن تحويله على التانية دي يعتبر بالنسبة لوقته كعب عالي جدا، لأن لم نكن نحصل على كلام الدارقطني على العلل إلا بواسطة النقول عن الكتاب، والكتاب موجود في دارقطني. لكن المناهج الدراسية ما تلزمكش، فانت هتروح ليه؟ وحتى ان روحت الكتاب مخطوط وبعد كده ما عرفناش انه ناقص الا بعد ما اتحقق الكتاب وطلع واكتشفنا انه هو الكتاب ناقص من اثنائه، لكن ما فيش نسخه فيها 4 مجلدات أو 5 في اي حسب معرفتي يعني في العالم الا نسخه دار الكتب. هي دلوقتي اتصورت بحيث اصبحت حتى في بيوت الناس، لكن الأول التصوير نفسه ما كانش موجود. ساعة ما الشيخ كتب كده كان التصوير لسه بيحبو، كان أبيض وأسود. فهو محول على موضع، والحديث عند الدارقطني في موضعين وطويل الكلام، بحيث أنك أنت لما تقراها هتلاقي الخلاف على حلقة وعلى حلقتين، وتجد الترجيح متعدد ايضا في سنن النساء الكبرى، وهتلاقي الشيخ مش محول عن النساء الكبرى. ليه؟ لانه مش في الصغرى، الحديث ليس في الصغرى. فهو هنا الشيخ بيقول انه اللي كلمه في علة الحديث ده ابن المديني والدارقطني والنسائي. شوف كده الاحالة اللي عندك للنسائي تلاقيها كلها على مراجع فرعية، يعني مراجع بتحكي ان النسائي اعل الحديث، لكن فين النسائي كلامه نفسه؟ اما ترجع دلوقتي لسنن النسائي الكبرى تلاقي ان الشيخ النسائي تكلم عن الحديث في كتابين من سننه الكبرى، كتاب العتق 3 أو 4 روايات، وكتاب الشروط 5 روايات أو 4 روايات. وأرجو أن اللي عايز يعرف ويشوف بيحصل خلاف إزاي يجيب الطرق دي قدامه ويشوفها بتختلف إزاي وبيتكلموا على الخلاف إزاي وكيف يرجحون
او لا يرجحون؟ يقوم دي تدي لك فرصة تقدر تقرأ بعد كده الكلام اللي في المصطلح ده وانت متصوره. لكن دلوقتي انك انت يقول لك ده رواه وانه هو رجحه ابن المدين والدارقطني والنسائي وانت ما شفتش حاجة، ما تاخدش بالك. بل ان الشيخ ابن حجر رحمة الله عليه ذكر الترجيح اللي هنا ده في النكت، ولما جاء في الفتح عند شرح الحديث في الجزء الرابع ايوه غير الترجيح بالنسبة لعلي بن المدين. هنا قال ان علي بن المدين يرجح رواية نافع، هنا في فتح الباري لما ترجع يقول لك ان هو رجح رواية سالم عن ابن عمر. فيبقى الجمع بين الامرين، احنا ما فقدناش علي بن المدين، القطعه اللي طبعت من الكتاب ما فيهاش الحديث ده، لكن الشيخ ابن حجر رحمه الله كان عنده نقول عن ابن المدين مباشره، وسنه 700 وكده كانت كتب ابن المدين دي اجزاء منها موجوده في ايدين الناس، فهو نقل منها فنسب لابن المديني قولين. قول هنا اهو انه هو على ترجيح رواية نافع، وقول في الفتح على انه رجح رواية سالم. اما تجيب انت الطرق دي وتحطها قدامك كده اكتبها بس كتابة، او صورها وتأملها كده اقراها سكتين ثلاثة، هتجد انه كيف يحصل الخلاف وكيف يحصل الترجيح ولماذا اختلف الترجيح. المكان ده يعني مناسب انك انت تخلي يعني تمرينك عليه، هو مش هيخليك تستوعب اول ما تتفتح عينك تتفتح على عش الضبابير ما يجيبش، بس على الاقل تعرف ان الموضوع ده ليس سهلا وأنه يحتاج إلى دراية وكذا، فما فيش بأس. مجرد دخول هذه الفكرة في ذهنك يعني تعتبر جيدة في هذا، بحيث أنك عشان تخرج بقى الروايات اللي هو حكاها النسائي وأيضا اللي حكاها الدارقطني وأطال فيها وتطبقها وتشوف أنه هو الترجيح ده مناسب ولا الترجيح ده اللي مناسب، هو ده اللي تنقطع فيه أعناق المطي. هو ده اللي على المتأخرين الآن إن هم يعملوا كده، وأنا أتصور لو واحد يجمع الطرق دي يعني ما تقلش عن ويعالجها وكده ما تقلش عن 100 صفحة عشان يوصل فيها لنتيجة. والشيخ محمد طبعا قاعد لابد أهو في الدرة. الشيخ محمد ده عنده جلد في تتبع الطرق يعني متفرغ للشغلانة دي، إن شاء الله ربنا يعينه و يعني يدل على ان العلم في نفسه مش صعب طالما عندك عزيمه خلاص. انما الصعوبه بتيجي منين؟ انك انت عايز عربيه وعايز حته عاليه تركب العربيه من عليها، مش انك انت تشيل رجلك، لا حته عاليه كمان عشان ايه؟ تنزق بيها. فدي الشيخ محمد الراجل لا عنده عربية ولا عنده حتة عالية وماشي المركب معاه. ليه؟ الذين جاهدوا فينا واحد، لكن الجهاد صعب. يقول لك شوف لا حاجة سهلة كده يا أخي. واحد قعدنا نخش في مكة ما فيش ملحوظة إلا يقول النبي قال يسروا ولا تعسروا، يعني كأن الحديث ده لم يصدق إلا عليه من اول الرساله. يسروا ولا تعسروا، يسروا ولا تعسروا. طيب خلاص روح بقى هنعمل. فان بعض الثقات رواه عن عكرمه فقال. هتشوف انت بقى بعض الثقات اما تجيبه وتعرف المدارات تشوف من هم بعض الثقات.
فقال عن الزهري عن ابن عمر فرجع الحديث إلى الزهري. ليه؟ لأنه المدار. طالما ترقي الطرق وترجع إلى الزهري يبقى هو المدار اللي يتحسب والباقي طرق. فرجع الحديث إلى الزهري، والزهري إنما رواه عن سالم عن أبيه وهو الصواب. دلوقتي الصواب في هذا الوجه مش في كل الوجوه اللي ذكرت. ومع ذلك فهو معل أيضا. ليه؟ لأن دخلت قرينة أخرى سببت الإعلال. فده هو الحديث ده ما ينفعش تتعلم فيه من الأول، لكن هو يعرفك إيه؟ إنك أحيانا ترجح ويكون فيما رجحته سبب آخر يحتاج إلى بحث آخر. ومع ذلك فهو معل أيضا لأن نافع معل، بس على مدار تاني، على حلقة تانية في الإسناد. فسالم ونافع مدارهم على ابن عمر، اللي هم تحت منه لهم مدارات أسفل منه ويختلفوا عليها، فيمكن أما يختلفوا هم تحت يأثروا على الحديث من فوق. ليه؟ لأنهم فضلوا لحد ما خلوا الحديث موقوف على سيدنا عمر، مش حتى ابنه، لا، على سيدنا عمر. فلذلك اما تجيب انت الحديث ده وترصه كده وتعمله هتلاقي ان الموضوع فعلا يحتاج الى خبرة ودراية وبمعرفة طرق الحديث، وان تخريجه يتم للسند وللمد، وان كونك انت تيجي من عند الصحابي وتنسب الحديث فانت تضيع السبب الذي يثبت به الحديث، لأنه فيه طرق مصححة. الحديث موجود في الإمام البخاري، مصححه الإمام البخاري، لكن مصحح بعض الطرق، وهيجي دلوقتي يتقال الكلام ده. معلش إذا كنا بنقول كلام وما هوش واضح قوي، هي شغلة العلل كده، بس تبان بعد شوية، يعني مش تفضل غامقة كده. فواحد يقول لك عسل يا عم قبل ما الشيخ يخلص، وطبعا الشيطان جاهل يقول لك ما دام المقعدة متمكنة من الأرض وضوك ماشي. ومع ذلك فهو معل أيضا لأن نافعا رواه عن ابن عمر فجعل الجملة الأولى عن عمر من قوله. هي جملة إيه الحديث؟ من باع عبدا ومن أبر نخلة. الحديث فيه قضية إيه؟ فمرة يخلوهم الاثنين تأبير النخل وبيع العبد عن واحد، ومرة يخلوا تأبير النخل عن واحد وبيع العبد عن واحد، كله ده بالطرق. فجعل الجملة الأولى عن عمر من قوله، والثانية عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقول قوله. القول قول نافع، كلمة قوله الضمير ده يرجع لنافع، لأن اللي هما كل انت ما تدخل على نهاية الحديث تلاقي ان طرق الخلاف تضيق، فطرق الخلاف من فوق ما فيش فيها الا سالم ونافع وهما اصحاب ابن عمر. كما صرح به ابن المديني في قول اللي هو حكاه هنا، واحنا مش قادرين نوصل لكلام ابن المديني نفسه لأنه مش في القطعة اللي بين أيدينا. فلما تروح لفتح الباري لما بيتكلم على رواية البخاري يقول ومال ابن المديني إلى ترجيح رواية سالم، بينما هو حطه هنا أنه على رواية نافع، فيبقى ما فيش توفيق بين الأمرين إلا أنه يبقى سيدنا علي بن المديني له قولين في هذا، والترجيح يتعدد. قال يتعدد، لأنه كما ذكرنا قبل قليل إن إحنا بنرجح بالمادة العلمية التي لدينا، وجدنا طرق تساعدنا على الترجيح نفعل، فقدناها نفعل كذلك لأننا لم نحضر الواقع. كما صرح به ابن المديني والدارقطني والنسائي. تصريحات النسائي والدارقطني موجودين في المراجع اللي قلتها لحضراتكم، لكن تصريحات ابن المديني منقولة إلينا نقلاً.
ولذلك لما تعددت ما أمكناش أننا نحسم القضية أن هل الراجح أو الصواب ما ذكر في الفتح أو الصواب ما ذكر هنا. أين موضع الفتح؟ في الفتح والجزء 4 ما هو قال الشيخ، مش قلت لك أنت بتزرع يا مولانا؟ 402 أربعة ها؟ على 402 حسب الطبعة السلفية القديمة. لكن إن ما جاتش معاك هتبقى بتخريج الحديث من باع عبده. ماشي. قال وإن كان سالم الأجل منه. حكاية يشوف بقى جوانب الترجيح اهو، بعد ما احنا يا دوب بندور نتنشنش على واحد نخليه ثقة، قال لك لا، في باب العلل الثقة لوحدها ما تكفيش، لازم تدور على صفات عليا في الثقات حتى ترجح ثقة على آخر. فنافع ثقة جبل وسالم ثقة جبل، طب هنرجح واحد عن التاني فين؟ قال من حيث المكانة. فلما تراي تراجمهم، اما تقرا انت تراجم الثقات دول يعلموه. فقالوا نافعا اعلم وسالم اجل، يعني له مكانه باعتباره هو ابن عبد الله ابن عمر مباشره، اما نافع مولاه. قال لك ولو انه هو مولاه انما هو اعلم من ايه؟ فكل واحد منهم له ميزه. عبد الله ابن عمر له ميزه انه سالم له ميزة انه ملازم لابوه، وطبعا ما كانش فيه شقة دلوقتي والعيال تخرج عن ابهاتها، لا كان هو بيت واحد يلم الجماعة كله، كل واحد يتجوز في اوضة ونعمة، فكل يوم يشوف ابوه، فمن طريقة كده اصبح له خصوصية بابيه. نافع الراجل ماسك الميضة الميضاء لسيدنا عبد الله بن عمر، هات يا نافع ودي يا نافع، فكل منهم له خصوصية. قال شيخنا هذه علة خفية، فإن عكرمة هذا هو عكرمة بن خالد مش عكرمة مولى بن عمر، فإن عكرمة هذا أكبر من الزهري وهو معروف بالرواية عن ابن عمر. يا أخي شوف الترجحات اهي، انه اذا كنت معروف بالرواية وخالفت واحد مش معروف بالرواية او مقل من الرواية فالمعروف يقدم. فلما وجد الحديث من رواية حماد وغيره عنه كان ظاهره الصحة. ايوه. واعتضد بذلك. شوف بقى كان ظاهره، يعني القرائن التي تفيد الضبط توافرت. واعتضد بذلك ما رواه الزهري عن سالم عن أبيه، وترجح به ما رواه نافع. خلاص لحد كده وزبطنا الأمور. قال لك لا لسه، ثم فتشنا، لأن التعريف اطلع فيه بعد التفتيش على قادح. ولما تقرأ أنت للطحاوي أبو جعفر اقرأ له في شرح المعاني، يقول لك هذا الحديث هو اللي هم الناس عملوه، ثم نظرنا فإذا حدثنا فلان، ويجيب الرواية اللي هي تخالف ما سبق أن ذكره، مما يدلك على أن المعرفة التي للعلماء كانت بتتجدد حتى كل يوم. ليه؟ لأن هم بيقروا كل يوم، ما فيش أيام ما يقروش فيها، ياخدوش أجازة أبدا، بل لو قطعت عنهم الكتب يبقوا زي الإيه الشجرة اللي تقطع عنها الماء. ثم فتشنا فبان أن عكرمة سمعه ممن هو أصغر منه وهو الزهري. والزهري لم يسمعه من ابن عمر، إنما سمعه. عرفنا منين بقى؟ رحنا طلعناهم من القبر، وقال لك لا، جبنا الطرق، لقينا واسطة في الوسط، فطالما اتوجدت واسطة إذن السماع اللي هو الرواية اللي بدون واسطة تبقى منقطعة، فكل الأحكام بنصدرها بقرائن. لم يسمعه من ابن عمر، إنما سمعه من سالم، فوضح أن رواية حماد مدلسة أو مسواة. التدليس يحذف واحد، والتسوية أنه يحذف واحد وشيخه.
يعني إما محذوف واحد وإما محذوف اثنين، هو يقول مدلسة أو مسوعة لأنك أنت فاهم، كونك مش فاهم هي دي مشكلتك أنت. تقول الله هو في فرق بين مدوسة ومسوعة؟ طبعا في. فالأولى تفيد حذف شخص والثانية تفيد حذف شخصي. ورجع هذا الإسناد الذي كان يمكن الاعتضاد به إلى الإسناد المحكوم عليه بالوهم. لأنه قال مدار فخلاهم هما الاثنين، لأنه ما وصلناش لسه للنبي عليه الصلاة والسلام. فطالما ما وصلناش اللي يجمع الطرق يبقى هنطلع بفرد واحد. وأصبحت المتابعات اللي تحت من الزهري ما تفتش شيء، إحنا مشكلتنا في الزهري وهكذا. وكأن سبب حكمهم عليه بذلك كون سالم أو من دونه سلك الجادة. يعني سلك الجادة اللي هي من العادة انك انت ما تقول سالم ابن عمر أن النبي، يعني الجادة انك بعد ان تذكر الصحابي تذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كونك في هذا الموضع ذكرت صحابيين اللي هو عمر وابنه، يبقى اللي حذف عمر هو اللي سلك الجادة. سلك الجادة فإن العادة في هذه معنى سلوك الجادة، يعني الجري على الأصل في الرواية أن بعد الصحابي يبقى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن خلاف الأصل أنه صحابي يروي عن صحابي، فيحصل الوهم من اللي هو مش ضابط، أول ما يوصل لابن عمر يروح مسك النبي عليه الصلاة والسلام، الثاني بقى اللي هو ضابط يقول له لا يا أخي ده مش النبي عليه الصلاة والسلام، ده في عمر رضي الله عنه قبلي. فيبقى اللي حذف عمر سلك الجدة. فإن العادة في الغالب أن الإسناد إذا انتهى إلى الصحابي قيل بعده عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه معنى الجدة. فلما جاء هنا بعد الصحابي ذكر صحابي آخر، يعني بعد الصحابي وهو ابن عمر ذكر صحابي آخر وهو عمر. والحديث من قوله كان ظنا غالبا على أن من ضبطه هكذا أتقن ضبطه. أيوة، لأنه هو ما مشيش على الجادة. وهي أي العلة الخفية تجيء غالبا في السند. ده تقسيم بقى للتقسيمة، إن هي تقسيمة من حيث علة في السند وعلة في المد، وتقسيم آخر إن علة في السند تخضع فيه وفي المد وعلة كده، التقسيمات اللي هي معروفة وهو يذكر أمثلة لها. وهي أي العلة الخفية تجيء غالبا في السند أي وقليلا في المتن، فالتي في السند تقدح في قبول المتن بقطع. طب هو بيقول الخفية ليه؟ قال لأن السخاوي تلميذ الحافظ، والحافظ مشى على أن العلة الاصطلاحية لا تكون إلا خفية. نقول له طب والعلة الظاهرة ما انت حاسبها انت في مواضع تانية انها علة. قال لا ما يلزمش، ان اللي يسمى معلول يبقى معل، فتحس ان فيه تكلف. يعني الحافظ رحمة الله عليه لكي يصل الى قصر العلة على الخفية وصل الى التكلف، قال يعني لا يلزم ان يكون كل حديث فيه علة انه معلول، امال يبقى ايه؟ فالسخاوي والبقاع الاثنين اقتنعوا بكلام شيخهم فوصل بهم الامر الى التكلف، فهو عايز كله يثبت انها خاصه بالخفيه. تفضل يا ابو. تقدح في قبول المتن بقطع مسند متصل، فيبقى التقييد هنا بالخفيه مش مسلم، لان الظاهره كذلك يحصل منها هذا، وكتب هي موجودة وكتب العلة هي موجودة، اللي هي أصلا إحنا بنشتق المصطلحات على ضوءها، فلماذا نقيد بالخفية؟ قال لك لأن ابن الصلاح قال العلة الخفية. طب هو قال مقطع ورجع قال المقطع الثاني وفصل بينهما، يقول لك ما هو عشان الفصل ده إحنا نفسنا فصلنا من هنا، ما طولناش بالنا، لأن هو بعد ما قال خفية قال وقد يعلون، قال لك بس أهو قده،
نقول له طب فين الدكتور سامح؟ مش هنا. ده الشيخ سامح هو الذي أتى لنا بمستند إن قد تكون بمعنى الكسرة، وبالتالي اللي تعلق بقد على إنها قليلة عليه أن يتنازل عن هذا. طب ليه إحنا خليناها هنا تفيد الكسرة؟ لأن الواقع كده، يعني إحنا اعتمدنا في أن يؤخذ بمفهوم الكسرة هنا لأن الواقع كذا موجود، الكتب نفسها اللي هي مصدر استمداد المصطلحات فيها هكذا، لغاية الوضع موجود. فهل نقول إن الوضع خفي؟ فلذلك التقييد بالخفية هنا من السخاوي. لذلك لو شفت أنتم مثلا العراقي لما شرح ما هيقولش الخفي، لأن العراقي يرى أن العلة منها ظاهر ومنها خفي. فكلمة خفية دي من خصوص شرح الشيخ السخاوي. متصل أو بوقف مرفوع أو بغير ذلك من موانع القبول. أيوة ماشي على القبول أهو، وإحنا نشكره على كده، لأن فعلا الواقع أن العلة موجودة في الحسن وفي الصحيح، ولذلك بنقول أن الحسن لذاته يشترط فيه كذلك السلامة من الشذوذ ومن العلة، وأنه لا فرق إلا في درجة ضبط الراوي. وذلك لازم أن إن كانت من جهة الاختلاف على راوي الحديث الذي لا يعرف من غير جهته ولم يمكن. خلي بالك بقى نقطة دي كويسة، الشيخ محمد هو قاعد ومستند عن الحكاية دي، احنا عمالين نحول عليه لأنه هو اشتغل في شغلانة ايه؟ دفع العلة. فالنقطة دي هيتكلم فيها السخاوي هو على حاجة، ان بداية دفع العلة انه يحصل تعدد في الرواة، اما لو كان واحد فبيبقى دفع العلة صعب. فهو بيتكلم اهو بيقول ايه بقى مولانا؟ لا يعرف من غير جهته اللي من جهته ده ملناش حيلة فيه، لكن لو تعدد ممكن نجمع كما سيأتي. ولم يمكن الجمع وراويها أرجح ولو في هذه ولم يمكن الجمع، فاحنا كله ماشيين ترجيح ترجيح ترجيح، يقول لك لا ده بالعكس ده الجمع مقدم على الترجيح. طب امال ليه بدأت بالترجيح؟ قال لأني درست العلل وأنا جزء اهو من التاريخ، ساعة ما بدينا نشتغلها أو نعرفها كان الطالب اللي هو اشتغل معايا كانوا زملائنا يقولوا له ورينا الحديث اللي عليه خلاف بتخرجوه ازاي انت وشيخك، انه ازاي ده له وجه وده له وجهين، لان هم اللي كانوا عارفينه سكة واحدة ان واحد يتابع واحد فيقويه، اما يخالفه طب نخرجه ازاي؟ فقولوا بعد ما الشيخ يراجع لك ويصلح لك ابقى ادينا الحديث عشان نشوف نخرج، لان هم بيدرسوا في نفس اللي احنا فيه لكن بيدرسوا بسكه واحده. فكون كانت لسه بادئه ان يتفتح، ولذلك بعض الطلاب لما حضر فطلع بيسال زميله ايه رايك؟ قال يا عم ده الشيخ احمد مابت بيتكلم انجليزي. مش عربي. ولو في شيء خاص طبعا الاخ اللي قال كده عايش الان وهو استاذ فاضل وكان عميدا وكده ويعني رجل يدرس الان العلل في منطقة يعتبر هو كعب الدارسين فيها، يعني مش انه هو بدأ يقول لك يا عم ده ناس فاضية، لا هو عنده عزيمة. تفضل. وكذا ان تبين ان راوي الطريق الفرد لم يسمع ممن فوقه مع معاصرته له. بايه بقى؟ بانه واحد يجي يقول فلان لم يسمع من فلان، ونلاقي ان التاريخ ان الوقائع ما تفيدش كده، مش احنا شفناهم ما سمعوش، لا ان واحد جاء قال ان هو عاصره
ما حد فيكم يغلط ويقرا كتاب المراسيل لابن ابي حاتم تجده يقول كده، يقول فلان ادرك فلان. انا لا اقول انه لم يدركه، لكن لم يسمع منه. يقول له عراك بن مالك قال سمعت عائشة. فالامام احمد يقول لا، من اين سمع عن عائشة؟ فابن يقول له حماد اللي هو الثقة قال سمعت، قال حماد يقولون، يقول سمعت والناس يقولون عنه، يعني أكثر الثقات لا يذكرون السماع، فالسماع وهم. من ضمن الوهم في العلل إنه التصريح بالسماع بين الراوي والمروي يكون وهما. لماذا؟ لأن أكثر الثقات لم يذكروا، فإن كانوا متعاصرين يبقى خفية، إن كانوا مش متعاصرين تبقى ظاهرة. كحديث أشعث بن سوار عن محمد بن سيرين عن تميم الداري. فإذا خلي بالكم الكلام هو اللي في السخاوة أهو في صفحة كذا، إنه هو يحصل ولم يمكن الجمع. فإن أمكن الجمع بكون الروايتين ثابتتين فلا نلجأ للترجيح. ومعنى ان الروايتين ثابتتين ان الحديث صحيح مرفوعا وصحيح مرسلا، وان اللي يقرأ في مسند الحميدي يلاقي كده سفيان يقول كان يرويه لنا تارة هكذا وتارة هكذا. فلما يقول لك بقى هو بنفسه انه كان بيرويه بالوجهين انت ما تدورش بقى على الاعلال خلاص، لانه حل لك المشكلة. أصبح اللي خرج منه الحديث نفسه كان يرويه فهتعله منين؟ خلاص. فإن ابن سيرين لم يسمع من تميم لأن مولده لسنتين. ده بقى أثبت عدم سماعه بالتاريخ. فلو جاء واحد وقال بالأقوال إنه سمع نقول له التاريخ يكذبك. أما نلاقي خلاف في السماع نقدر نستدل على تقوية قول بالتاريخ. شوف بقى هو التاريخ يدرسه ازاي. قول يا عم الحاج. لأن مولده لسنتين بقية من خلافة عثمان، وكان قتل عثمان رضي الله عنه في ذي الحجة سنة 35، وتميم مات سنة 40 ويقال قبلها، وكان ابن سيرين مع أبويه بالمدينة ثم خرجوا إلى البصرة، فكان إذ ذاك صغيرا، وتميم مع ذلك كان بالمدينة ثم سكن الشام، وكان انتقاله إليها عند قتل عثمان. فدي كلها بس الوقائع دي ما تقدرش تلاقيها في كل راوي، فهو ما يجيب مثال عشان يعرفك يجيب لك مثال ظاهر، لكن سواء تغمق معاك انك تجيب اثنين في كتب المراسيل ولا يلقوش البيانات دي. طب ماذا يصنعون؟ قال لك نجمع الطرق، فان لقينا طريق للحديث بين الاثنين دول واسطه يبقى ده دليل على عدم السماع. لذلك يسألوا فلان يا إمام فلان سمع من فلان، يقول لا بينهما فلان، يعني في سند أنه بينه وبينه واسطة، فيستدل الإمام المسؤول على الانقطاع بوجود راوي في الوسط. لكن ده ما قالش بقى راوي، على التواريخ، فيكون إما بثبوت واسطة بسند معتبر محتج به، وإما بالتاريخ. اللي بالتاريخ قليل، لكن اللي بوجود الواسطة كثير. وحينئذ فهو منقطع بخفي الإرسال، وقد خفي ذلك على الضياء مع جلالته. الضياء المقدسي ده 600 وكام؟ وابن الصلاح يقول لك الأسانيد، هو نفسه متوفى 643، يقول لك خلاص الأسانيد انقطعت. طب امال بتتعقب الضياء ليه؟ قال لأن الضياء قال ان كلام ابن الصلاح ده بقى ان الأسانيد ما بقتش للبركة انا لا اقبله. والشاطبي
الإمام الشاطبي صاحب الاعتصام، متوفى سنة 712 في المغرب، يقول إن علماء الحديث لا يذكرون الأحاديث والأسانيد لمجرد الأسانيد، وإنما يذكرون الأسانيد للاحتجاج بها. سنة 700، يبقى كلام ابن الصلاح اللي قاله في المقدمة ده هو رأي له. هو لما أملى بقى له أمالي، لما أملى تكلم حتى على أسانيده هو المتأخرة، يقول إسنادنا هذا مليح. طب مليح ليه بقى؟ ما انت بتقول ده العملية باظت من الأول. قال والله أنا قلتها بس أنا الآن بملي في آخر أيامي، يبقى الكلام ده رجع. طب ما تكتبوا كده يا بتوع المصطلح، قال بكرة نكتب. وحينئذ فهو منقطع بخفي الإرسال، وقد خفي ذلك على الضياء مع جلالته، وأخرج حديث هذه الترجمة في المختارة، في المختارة بس مش محول على مكانها في المختارة. يعني الحديث طبعا هي المختارة للضياء، مطبوع منها دلوقتي 13 جزء، لكن في ما كملش. أولا هو ما أكملش الضياء رحمة الله عليه، لكن حتى أيضا الذي أنجزه لم نحصل نحن حتى الآن على كل أصوله الخطية. في قطع زي دي اللي هو على أيام السخاوي كانت موجودة، فجاب المثال منها. أنت دلوقتي تيجي تفتش عشان تثبت القضية تلاقي ما في إيدكش إلا الكلام ده، فتحول بقى، هي دي اللي تحول فيها على السخاوي، تقول والله السخاوي قال كذا. ليه؟ لأننا لا أستطيع أن أصل للحديث الذي وقف عليه السخاوي ونبه عليه. وأخرج حديث هذه الترجمة في المختار. الترجمة هي الإسناد، كلمة الترجمة معناها الإسناد، مالك عن نافع عن ابن عمر تسمى ترجمة. في المختارة له اعتمادا على ظاهر السند في الاتصال من جهة المعاصرة، وكون أشعث وابن سيرين أخرج لهما مسلم، وأيضا ليس مدلسين، عشان لأن هما لو روى معاصرين وكان فيه واحد فيهم معروف بالتدليس القادح مش هتتصل الرواية، لكن أيضا هما ليس مدلسين، وهذا هو الذي سبب الخفاء. وقد لا تقدح، وذلك إذا كان الاختلاف، وقد لا تقدح العلة، يعني تبقى موجودة شكلا. وقد لا تقدح، وذلك إذا كان الاختلاف فيما له أكثر من طريق. هنتكلم أهو، يقول لك إن الحديث إذا له طريقين، ولذلك في أحاديث في صحيح مسلم وصحيح البخاري لها طرق غير اللي أخرجها مسلم والبخاري فيها علة، فالعلة لا تقدح في المد إذا كان له طريق غير الذي حصل الخلاف عليه. وإحنا بندرس دلوقتي وندوخ على أمثلة نجيبها زي كده عشان نخلي اللي بيدرسوا يشوفوها، أو شوف يا فلان أهو ده طريق أهو، وده الطريق الثاني اللي ما فيش فيه علة، يبقى ده يعالج ده. إذا كان الاختلاف فيما له أكثر من طريق أو في تعيين واحد من ثقتين، نعم، كحديث البيعان بالخيار المروي من جهة عبد الله بن دينار المدني عن مولاه ابن عمر، فقد صرحوا أي النقاد بوهم راويه يعلى بن عبيد الطنافسي، إذ أبدل عمرا وهو ابن دينار المكي بعبد الله بن دينار الذي هو الصواب في السند. فدي علة يسموها إبدال راوي براوي، لما يكونوا الاثنين ثقة ما يأثروش. ليه؟ لأنه على فرض أن عمرو بن دينار خطأ وأن الراوي الآخر صواب، أو الراوي الآخر خطأ وعمرو بن دينار صواب، فحيثما دار الحديث دار على إيه؟ فدي علة موجودة من حيث أنه هو الحديث لم يروى عن الاثنين، هو روى عن واحد فيهم.
فالخطأ في تحديده لا يمنع صحة الحديث، لأنه إذا نقلناه من هنا ماشي، وإذا نقلناه من هنا ماشي. فالباء داخلة على المتروك حين نقل، أي روى ذلك يعلى عن سفيان الثوري، وشذ بذلك عن سائر أصحاب الثوري، فكلهم قالوا عبد الله، بل توبع الثوري فرواه جماعة كثيرون عن عبد الله. وقد أفرد الحافظ أبو نعيم طرقه من جهة عبد الله خاصة، فبلغت عدة رواته عنه نحو 50، وكذا لم ينفرد به عبد الله، فقد رواه مالك وغيره من حديث نافع عن ابن عمر. وسبب الاشتباه على يعلى اتفاقهما في اسم الأب وفي غير واحد من الشيوخ، ده عشان يعرفك ان من ضمن الاسباب اللي بتحصل في الاسناد انه يشتبه الراوي على غيره، والاشتباه ده يحصل من الثقة ويحصل من الضعيف، لكن اذا كسر عند واحد يضعفه، واذا قل من الثقة يبقى الذي وهم فيه يعل والباقي يبقى على ما هو عليه. هذا الفرق بين الوهم الذي يقع من الثقة والذي يقع من الضعيف. فالوهم الذي يقع من الثقة يضعف الموضع ده بخصوصه ويبقى الباقي سليما، لأنه ما دمت ثقة وحكم لك بالثقة يبقى المرة أو المرتين لا يذهبون بتوثيقه. أما الذي حسبت له كثيرة فأصبح كل اللي يعمله خلاص يعمم الخطأ. وتقاربهما في الوفاة، ولكن عمرو أشهرهما مع اشتراكهما في الثقة. ونظير هذا تسمية مالك كما تقدم في المنكر عمرو بن عثمان عمر بضم العين، على أن إيراد ذلك في المقلوب كما قال شيخنا أليق. يعني هو حتى المقلوب يعتبر نوع من الإعلان، فلذلك يعني اعتبروا أن الحديث ده من أحاديث مالك بخصوصه معلول، وبقية مرويات مالك ليست داخل معلق، فيبقى إيه؟ علة موضعية وليست عامة. وكذا إذا كان الخلاف خلي بالك بقى، وكذا يعني من الأسباب التي لا تقدح. إحنا قلنا مثالين ما يقدحوش، التالتة بقى جاية. وكذا إذا كان كذا يعني من الأسباب التي لا تقدح فيها العلة وتكون موجودة، ولكن هناك طريق بديل فيربط المتن به وتكون الإعلان للسند فقط، بحيث لو وجدت رواية به مثلا في أي مسند أو حاجة يبقى هو ده اللي يعلل لوحده. وكذا إن كان الخلاف على تابعي الحديث كعروة بن الزبير من ضابطين متساويين، من ضابطين متساويين، جبنا واحد ثقة واللي اختلفوا عليه هما الاثنين ثقتان، وعندما نقرأ ترجمة كل منهما نجد أنه هو ما فيش أي جزئية تجعله يرجح على صاحبه، ففي الحالة دي لا نعل واحد منهم وإنما نصحح. يا شيخ محمد يصح الوجهين بماذا؟ بإن الاثنين اللي رووا عن الثقة دول متساويين، لكن الحكم بالتساوي فيه صعوبة. وفين الشيخ داود؟ الشيخ داود قبلنا راوي برضو خلاه يساوي عبد الرزاق، وجمع الراجل الأقوال وفعلا طلع إن الأقوال دي تفيد أن عبد الرزاق يساويه في الضبط والإتقان هذا الراوي الذي اختلف معه، فحكمنا بصحة الوجهين لأن الشهادات اللي وجدت في كل راوي وجد ما يقابلها في الآخر فصح الوجهان. أحيانا بقى أنت ما تتعبش في كده، نفس النقاد يقولوا لك فلان يساوي فلان، يقول سألته عن فلان فقال كلاهما ثقة ولم يرجح، أو يقولوا له فلان وفلان يقول ثقة وثقة، فيبقى يقول لك خلاص
ان ده في اقوال بتفيد تساويهما، وبذلك لا تؤثر الخلاف، والوجهان صحيحان ولا إعلال لواحد منهما على الآخر. بأن يجعله أحدهما عن عائشة والآخر عنه عن أبي هريرة على المعتمد كما سلف عند الصحيح. مدام الاثنين ثقات نقول الحديث له روايتين، رواية بذكر واسطة ورواية بعدم واسطة، ولا نعل واحدة منهما. لماذا؟ لأن احنا أصلا بنعل بما لدينا من قرائن، والقرائن هنا تساوت، فلم يمكن ترجيح إحداهما على الأخرى، وهي دي استنتاجية. ودي طبعا الشيخ محمد هو بيشتغل دلوقتي في علل الرازي وبيطلع طرق ويثبت بيها ان الاثنين دول تساووا، وطبعا بيطلع عيني في اننا اراجع الترجمة وراجع تاني التراجم الاقوال، وكون سقط هو عليه، واحيانا يختبرني هو، يعني ما بحملهاش على سلامة النية. احيانا يقول لك ما دام هيقرا حط له ايه شوكة كده، يبقى طلع طلع، ما طلعش يبقى مش حتى ما ينفعش. فلذلك الحصول على اقوال تخليك تحكم بالتساوي فيها صعوبة. وعلة المتن القادحة فيه كحديث، خلاص بقى خلصنا في السنة ده، لكن هل التساوي ده ينفع في المتن كذلك؟ أيوة ينفع في المتن وينفع في السنة. خلاص سيدنا، خلاص تفضل مولانا. بسم الله. وكذا إن كان الخلاف على تابعي الحديث كعروة بن الزبير من ضابطين متساويين، بأن يجعله أحد بأن يجعله أحدهما عن عائشة والآخر بأن يجعله أحدهما عن عائشة عن عائشة والآخر عنه عن أبي هريرة على المعتمد كما سلف عند الصحيح. يعني فهيكون الحديث ثابت بوجهين، إنه هو مروي بروايتين، رواية عن هذا المدار عن صحابي، ورواية عن هذا المدار عن صحابي آخر، ويبقى الحديث له طريقين صحيحين وليس طريق واحد. الشيخ صلاح هو طبعا هيركب الرخصة قريب الراجل، فبيقول لك طيب لما احنا نقول كده أمال يبقى تعريف المضطرب، لأن في تعريفات للمضطرب بتقول إن تساوت الأوجه فيكون الحديث مضطرب. فالسخاوي الحل إن التعريف ده ناقص حتة، مع إنه هو مشهور، السخاوي أضاف الحتة دي، فاللي يرجع لتعريف المضطرب يرجع لتعريف السخاوي، لأنه قال إن تساوت ولم يمكن الجمع. فاللي عنده تعريف ما فيش فيه لم يمكن الجمع، السخاوي أضافها. فالتعريفات للمضطرب بعضها مش فيش فيها مذكور كلمة الجمع، وهو ده اللي مكتوب في الألفيات ومكتوب في كده. ولذلك واحد يقول لك انا احفظ الالفيه، احفظ الالفيه، بس خلي بالك ان هي عايزه يعني اضافات زي حكايه المضطرب دي. فيبقى كده اتحلت يا شيخ، وراح فين؟ خلاص كده، فلا يمكن الجمع. ايوه، وده اللي عرفك انك لما تقرا كتب المصطلح ما تقراش مختصرات الا عشان تفكرك بس، لكن ما تخليش ان الكلام اللي في المختصرات هو اللي انت تبني عليه، لان في الكتب الموسعه اضافات اذا لم تضم الى ما في المختصرات يصبح التعريف الاصطلاحي قاصر. تفضل يا مولانا. وعله المتن القادحه وعله، خلاص دخلنا دلوقتي في المتن، لكن هل اللي ذكرناه من عله الاسناد ده ان هو عن عائشه مره وعن ابو هريره مره ما يأثرش في المتن؟ يأثر، لكن احنا بنقول حديث له سندين، حصل خلاف على طريق
وطريق آخر ليس عليه خلاف. فالطريق الآخر ده ممكن إن احنا نترك الطريق اللي هو عليه الخلاف، أعل أو لم يعل لا يهمنا، ونجعل المتن صحيحا باعتبار السند الذي لم يحصل عليه خلاف. أما متى احنا نضطر إن احنا نتوقف ونبحث عن مسوغ إذا أننا لم نجد طريقا غير الذي حصل عليه الخلاف. أما إن وجد طريق لم يحصل عليه الخلاف فهذا يمكن أن يحمل المتن عليه ويصح وكل شيء وهو موجود، زي نفس حديث اللي من باع عبدا ده، فالبخاري صححه باعتبار سند واحد معين والأسانيد الثانية دخلت في الإعلام، وهذا لا يقدح في الرواية التي أخرجها البخاري لا في سندها ولا في متنها. وعلة المتن القادحة فيه كحديث نفي قراءة البسملة في الصلاة المروية عن أنس، إذ ظن راو من رواته حين سمع قول أنس رضي الله عنه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. فقال لك خلاص طالما قالوا يستفتحون بالحمد لله يعني معناته لا يذكرون البسملة. فهناك من نبه لا، قال انه يعني لا يفتتحون بسورة الحمد لله رب العالمين كلها بما فيها البسملة وبما فيه. ليه؟ لان هم مثلا مؤتمين والامام هو الذي يقرأ. تفضل. نفيها أي البسملة بذلك فنقله مصرحا بما ظنه وقال لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها وفي لفظ فلم يكونوا يفتتحون القراءة ببسم الله. فطبعا الدول لما نأتي إلى الأسانيد اللي تحتيهم نلاقيها إن هي لا تنهض لإثبات هذه الرواية المصرحة، فيبقى الصحيح هي الرواية التي الحمد لله رب العالمين ومقصود بها الفاتحة، والبسملة تدخل فيها ضمنا، لكن الدلالة الضمنية الناس اللي مش راضية تقرأ كتاب في الأصول الدلالة الضمنية غير الدلالة المصرح بها. فالضمنية أقل عند التقدير في الدلالة أو الاستفادة من الدلالة الصريحة. واحد يرمش لك كده يعني معناته ايه؟ اقتل اللي قدامك. فرق بقى ما حدش يقدر يمسك ده اللي هو رمش، لما يجي اللي قتل ده يقول ده هو اللي قال لي يحلف 100 يمين انه ما قلت له وهو فعلا صادق لكن رمش له. فرق بقى ما اي كاميرا مسجله تقول ده قال له اقتل فلان خلاص يتمسك من لسانه بقى، لكن من رمشه ما يتمسكش. إنما الله عز وجل يعلم خائنة الإيه؟ يعني هترمش برضو هتتحاسب. وصار بمقتضى ذلك حديثا مرفوعا والراوي لذلك مخطئ في ظنه، ولذا قال الشافعي رحمه الله حكمنا عليه بالخطأ منين؟ إن لقينا ما فيش طرق كتيرة تساعده فأصبح الأكثرية على خلاف المصرح به فرجعنا بالأكثرية وأصبح هو شاذ ولو كان ثقة. ولذا قال الشافعي رحمه الله في الأم ونقله عنه الترمذي في جامعه المعنى أنهم يبدأون بقراءة أم القرآن قبل ما يقرأ بعدها لا أنهم يتركون البسملة أصلا. نعم. ويتأيد بثبوت تسمية أم القرآن بجملة الحمد لله رب العالمين في صحيح البخاري. يعني لازم أنت لما تحمل الحديث على معنى تأتي له بما يؤيده. فقال لك اللي يؤيد أن احنا نحمل الحمد لله رب العالمين هنا على أن الفتحة كلها أن هناك إطلاقات وردت بهذا المعنى. وكذا بحديث قتادة قال سئل أنس كيف يعني، واستدل أيضا بحديث أنس
وكذا بحديث قتادة قال: سئل أنس كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كانت مدة، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. أخرجه البخاري في صحيحه. فدي بقى مصرح بها اهو. وطبعا كثير جدا من الشبهات اللي بتثار حوالين السنة أن المستشكل يأتي برواية عامة ولا يبحث عن الرواية المخصصة، فلذلك الشبهة. متى تزول الشبهة؟ إذا كان المخاطبين بالشبهة يعرفون، لكن الكثير بدليل الشبهة بتروب حتى بين طلبة العلم إن هو ما عندوش قراءة في السنة يعني مستحضر، فتروج عليه الشبهة. وكذا صححه الدارقطني والحازمي، وقال إنه لا علة له، لأن الظاهر كما أشار إليه أبو شامة أن قتادة لما سأل أنسا عن الاستفتاح في الصلاة أبو شامة له كتاب اسمه البسملة، جامع فيها أسماء البسملة ومطبوع الآن، الكتاب كبير في مجلد، وله كتاب تاني صغير في البسملة برضه، لكن الكبير ده اللي هو فيه الأسانيد هو كان مخطوط من مدة، وأنا شفته يعني النسخة اللي هي مطبوعة، فذاكر فيها ده. ولأن الكتاب مش مشهور ما فيش هنا إحالة عليه. ليه؟ لأن الكتاب ما كانش لسه طبع، دلوقتي طبع، فمفروض بقى اللي معاه ده يروح يدور على الكتاب ويجيب البسملة عشان يوثق النص ده. لكن ده تديه لخمستاشر واحد يحققوه تاني دلوقتي ولا يجيبوش البسملة دي. ليه؟ لأن ما يوثقوش النص. طب بتحققوا ليه؟ كما أشار إليه أبو شامة أن قتادة لما سأل، هو بيقول لك أبو شامة كأنك أنت عارف الكتاب وفي جيبك، يعني مع أننا طبعا لا أشك أن في بعضنا ما يعرفش أن أبو شامة هو صاحب الكتاب. أن قتادة لما سأل أنسا عن الاستفتاح في الصلاة بأي سورة وأجابه بالحمد لله، سأله عن كيفية قراءتها فيها قراءته فيها، لما جمع بقى هو في البسملة دي الطرق كلها اللي هي في الصحيح وفي المسانيد وفي كذا، طلع التفاصيل ليست في هذا الحديث. وكأنه لم يرى إبهام السائل مانعا من تعيينه بقتادة، خصوصا وهو السائل أولا. وقد صح حسب ما صرح به الدارقطني وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ما مما يتأيد به خطأ النافي أن أنس رضي الله عنه يقول، شباع المحقق اللي هو عندي بيقوله كده، هكذا نسب العراقي ولم نجده في صحيح ابن خزيمة. متخرج عندك من صحيح ابن خزيمة؟ لم أقف عليه في الموضوع من صحيح. ليه؟ لأن صحيح ابن خزيمة مش موجود منه إلا حتت، وكثير من الناس لا تعرف أن كتاب التوحيد اللي مطبوع لوحده جزء من الصحيح، أحد أبواب الصحيح. فلذلك ده موقوف حاله لغاية ما نلاقي واحد مصدر وسيط يكون نقل الرواية دي. مما يتأيد به خطأ النافي. طب نعمل احنا ايه لو احتاجنا؟ نحاول بقى على الجماعة دول، لما ما تلاقيش انت النص يبقى تقول ان السخاوي قال انه ذكره في صحيحه، وتقدر تبني على صحته دي تعويلا على السخاوي. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه مما يتأيد به خطأ النافي أن أنسا رضي الله عنه يقول: لا أحفظ شيئا فيه حين سئل من أبي مسلمة سعيد بن يزيد: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح بالحمد لله أو ببسم الله؟ ولكن قد روى هذا الحديث عن أنس جماعة، منهم حميد وقتادة، والتحقيق أن المعلى رواية حميد خاصة بس. ويبقى بقيت الطرق سليمة. نقولنا لما تعددت الطرق يبقى احنا نعل الطريق اللي لقينا فيها سبب للإعلان، الثاني لا يدخل في هذا. أن المعلى رواية حميد خاصة. الشيخ عبد العزيز راح فين؟ الحديث اللي احنا كنا لسه ما كملناش ده في لفظه ايه؟
اللي كنا بندرسه الأسبوع اللي فات. ها؟ ناسي. هلا أعرف كده ما كنتش أجبتك على السؤال. فهو إحنا بندرس دلوقتي العيلة الفجية بين إحنا حديث زي كده إن هو العيلة حصلت في طريق والطريق الثاني سليم ما فيش فيه حاجة. فالعلماء صححوا الحديث بهذا الطريق. إذ رفعوها وهم من الوليد بن مسلم عن مالك عنه بل ومن بعض أصحاب حميد أيضا عنه فإنها في سائر الموطئات عن مالك صليت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ بسم الله لا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فيه. فبقى موقوف بقى وإحنا بننازع في المرفوع. وكذا الذي عند سائر حفاظ أصحاب حميد عنه أن إنما هو الوقف خاصة. لما يقول عند أصحاب حميد كله يعني بيرجع بالأكثرية. وبه صرح ابن معين حتى لو ما لقيناهمش قال حتى إذا لقيتهم خرجتهم ماشي، لكن لو ما لقيتهمش افتقدتهم تقول والله أنا ما لقيتهمش لكن أنا هعول على هذا الكلام. فده بيحل لأن كثير من الطرق اللي في كتب العلل ما بنقدرش نخرجها دلوقتي، وكنا بنناقش واحد فيقول لا دوره في الكمبيوتر وكأنه هو جاب الديب من ديله. طب انت فاهم ان احنا كنا لاقينه في الكمبيوتر وسبناه؟ اللي هي شاة الأضحية بيض راس زي بعض، هو الرجل في حديث الأضحية أن النبي عليه الصلاة والسلام كلف عروة عروة البارق قال له اشتري لي يعني شاة. ففي على أحد طرق هذا الحديث حاصل الإعلان، وفي طريق له من طريق الخريط ده ما هوش فيه، فيصح الحديث باعتبار الطريق ده والباقي شغلة العلل ترجع للطريق الثاني. وبه صرح ابن معين عن ابن أبي عدي حيث قال إن حميدا كان إذا رواه عن أنس لم يرفعه وإذا قال فيه عن قتادة عن أنس رفعه. وأما رواية قتادة وهي من رواية الوليد بن مسلم وغيره عن الأوزاعي أن قتادة كتب إليه يخبر أن أنسا حدثه قال فأصبح واسطه، أصبح دخلت الواسطه. فالطريق كده يبقى اللي هو ما فيش فيه كتب إلى فلان ده هو يبقى الانقطاع فيه خفي. قال صليت فذكره بلفظ لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، فلم يتفق أصحابه عنه على هذا اللفظ بل أكثرهم لا ذكر عندهم للنفي فيه، وجماعة منهم بلفظ فلم يكونوا يجهرون ببسم الله. وممن اختلف عليه فيه من أصحابه شعبة، فجماعة منهم غندر لا ذكر عندهم فيه للنفي، وأبو داود الطيالسي فقط حسبما وقع من طريق غير واحد عنه بلفظ فلم يكونوا يفتتحون القراءة ببسم الله. طبعا احنا بندرس ابن حجر ذكر الحديث ده، فكل الطلبة دلوقتي ثلاث دفعات يقولوا لا احذف الحديث ده ما تجيبوش في الامتحان. وطبعا انا عشان خاطر ما يسقطوش ما بجيبوش في الامتحان، لكن ينفع كده؟ طب يفضل ده مطموس كده لحد ما يموت الحديث وهو مفروض انك انت تدرسه؟ يقول لك لا بس حاجة تمشي الحال. طب والقيامة؟ يقول لك اما تيجي القيامة يحلها ربنا، يعني عشان تعرفوا بس المعاناة اللي احنا بنعانيها. ثلاث دفعات من ضمنهم اللي ثالث واحدة كانت بنته برضو قالت والله تعزفنا الحديث ده احنا مش عارفين. طب نديك شهادة وترفع عليك 100 قضية. وهي موافقة للأوزاعي وأبو عمر الدوري وكذا الطيالسي وغندر أيضا بلفظ، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ ببسم الله، بل كذا اختلف فيه غير واحد من غير قتادة من أصحاب أنس كتير. ولو أنت تقرأ حلية الأولياء مثلا، هذه كتاب الناس فاهم أنه كتاب تصور،
يقول لك الحديث ده اختلف فيه على فلان من 10 أوجه، ثم يخرج 10، ثم يرجح في الآخر بعد 10. وانت فاهم ان هو كتاب درويش. وفيه من أصول التصوف الصحيح ما لا تجده في غيره، وينقل لك بالأسانيد. وإذا ترجم لراوي يقول ومن غرائبه، مش من اللي الناس عارفاه، من غرائبه. طبعا كل اللي الناس عارفاه دلوقتي كتبه راحت زي ابن خزيمة ده، هو ما كانش جاي في دماغه ان ابن خزيمة هيضيع، فراح دور هو على الغرائب وجابها. تشوف بقى انت دلوقتي تغير المجتمع وتغير محصول السنة في أذهان الناس إلى أي حد، ان هو كل اللي اعتمد انه فاضل راح، وهو نفسه الاخر راح، واحنا ده احنا بندور اهو على الحديث مش لاقيين. تفضل يا مولانا. اسحاق بن ابي طلحه وثابت البناني باختلاف عليهما، ومالك بن دينار ثلاثتهم عن انس بدون نفي. اشوف بيجمعهم على المراد، تيجي تقول لي نسب اخرجوا الحديث كده عشان تعرفوا اللي طلع واللي دخل، يقول لك لا من على الصحابه ودق. تفضل مولانا. لو تقرا انت نصب الرايه، ما فيش كتاب في التخريج ما قالش ان من ضمن مصادر التخريج نصب الرايه للزيلعي. انما واحد ربنا يهديه من اللي بندرسهم يفتح نصب الرايه ويقرا ويشوف القواعد اللي فيه، وهو بيخرج العلل ازاي وبيجيب الطرق ازاي. لا تخرج ابن ازاي، يقول نشوف موضوع الحديث وبعدين نشوف الباب المناسب له وبعدين نلاقي الحديث. طب بعد ما تلاقيه، يقول لك بعد ما لقيت اتكل على الله. خلاص ده لو مش هيجي في الامتحان خلاص. طب ما هو في امتحان تاني يترتب على انك بلغت الحلو. وإسحاق وثابت أيضا ومنصور بن زادان وأبو قلابة وأبو نعامة كلهم عنه باللفظ النافي للجهر خاصة. ده الحديث ده بتاع لو تلاقيه في الجزء الثالث وتشوف العشرة دول تقول ده كده السخاوي يعتبر مخفف علينا. ولفظ إسحاق منهم يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين فيما يجهر فيه. وحينئذ فطريق الجميع بين هذه طريق الجمع بين هذه الروايات. الجمع بقى هو مش هيرجح، هيجمع بقى. لما يجمع يبقى شال العلة ولا أثبتها؟ شال العلة خلاص. شوف بقى هو طريق الجمع هيجيبها ازاي. لكن احنا ما درسناش الرواة، ممكن لو درسناها نختلف معاه. فيقول لك طب وانا ادرسها ليه؟ ما انا اجيب من كده واحول على فتح المغير. تلك عندي ايه؟ تفضل عامل حق. كما قال شيخنا ممكن بحمل نفي القراءة على نفي السماع ونفي السماع على نفي الجهل، ويؤيده ان لفظ بس بشرط ان يصح الطرق الاول. اما الطرق اللي هي فيها شخص ضعيف احنا مش عايزين جمعه، هو نفسه لا يعارض الصحيح. ويؤيده أن لفظ رواية منصور بن زادان فلم يسمعنا قراءة بسم الله، وأصرح منها رواية الحسن عن أنس كما عند ابن خزيمة كانوا يسرون دي المرة دي بتاع ابن خزيمة دي موجودة في الصحيح. وبهذا الجمع زالت دعوة للاضطراب، كما أنه زالت دعوة للاضطراب. هاي زالت يا شيخ صلاح، هي دعوة للاضطراب. عليك بقى انك تاخد الاسانيد وتعرضها على الكتب، هتلاقي ان ابن حجر يقول صدوق والذهبي يقول ثقة، فانت تقول اهو ما ظبطوش. سبب ظبطهم ايه؟ انك انت بتدرس السند من ديله. كل اللي بيجمع الطرق من الكتب المختصرة هو بيدرس الاسناد من ديله، لأنك لو رجعت للأقوال التفصيلية هتعرف لماذا قال الذهبي ثقة وقال ابن حجر صدوق. لكن أنت مش عايز كده، أنت عايز تنقل. ورسائل كتيرة عندي مطبوعة واخدة امتياز، إني سأكتفي بقول الحافظ ابن حجر.
طبعا لما تيجي تقول له يقول لك بقى ابن حجر هنجيب وراه. احنا ما بنقللش من شأن ابن حجر، عايزين ابن حجر يتكرر. ده الراجل في القرن التاسع واستدرك على أئمة من 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 أوائل المصنفين. فخليه مرة يتكرر يقول لك لا أنا مش عايز يتكرر، أنا عايز أنا أخد شهادة وبعد كده أبقى أكرره مع حد غيري. كما وبهذا الجمع زالت دعوى الاضطراب، كما أنه ظهر أن الأوزاعي الذي رواه عن قتادة مكاتبة، مع كون قتادة ولد أكمة وكاتبه مجهول لعدم تسميته لم ينفرد به. سبب الدفع أنه ما انفردش به، وطالما ما انفردش به سبنا له إحنا طريقه وجبنا إحنا الطريق البديل ومشي الحديث. وحينئذ فيجاب عن قول أنس لا أحفظ بأن المسلم. طبعا بيكلم بقى المتن، لأن احنا بنتكلم في علة المتن، ولذلك الجواب أو دفع علة المتن أحيان كثيرة للمتمكن من الشريعة ومن دلالات اللغة ومن استعمالات علماء الأصول في دلالات الألفاظ يسهل عليه. هو ده اللي خلى ابن خزيمة يقول أي حادثين مختلفين هاتهم لي وأنا أظبطهم. تيجي انت دلوقتي تدور على ان ابن خزيمة يتكرر منه نص نسخة يقول لك الله المستعان. طب الله المستعان استعين بالاسباب، لا عايز ينام ويصبح الصبح يلاقيه شيخ. تفضل عم الشيخ. بأن المثبت مقدم على النافي خصوصا، وقد تضمن النفي عدم استحضار أنس لأهم شيء يستحضره اللي هو البسملة. وما أحسن قول ابن دقيق العيد فيما حمل في من حمل في طبعا تعليق للشيخ الخضر في الموضع دوت لو تقراه. في زيادة في النص، بس في زيادة في النص نفسه، ان هو اللي معاه الطبعة اللي هي ماشية زي طبعتي انا القديمة دي، انا مش راضي اجيب دي لان دي عليها التعليقات اللي هي ظابطة مخي، فبضطر اعرف دي وعندي التانية دي. وما احسن قول ابن دقيق العيد في من حمل حديث انس على عدم السماع، ده كلام الشيخ ده اللي هو موجود في النسخ التانية. فاذا كان مش موجود دي يبقى انت ايه انقله منها، ما تروحش ترمي النسخة، لا انقل من دي عشان خاطر ما تبقاش افسدت ايه الاموال اللي انت اشتريت بها الكتاب كسرت او قلت. وفيه بعد مع طول مدة صحبته، وبامكان نسيانه حين سؤال ابي سلمة له ولتذكره له بعد، فانه ثبت ان قتادة ايضا سأله ايقرأ الرجل في الصلاة بسم الله، فقال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر فلم اسمع احدا منهم يقرأ ببسم الله. ونحتاج اذا استقر محصن خلاص بقى كده لحد الاحتياج. والله الغني عن العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. إذا كان في أسئلة إحنا مستعدين، بس ما تكونش عن أسعار الخضروات ولا الفواكه ولا كده. واحد يقول لك أنا سلمى حبشة، يعني في ناس بتسألني على حاجات يعني أنت ما تنفعش السؤال فيها خالص. فاللي شايفه أنت إن هو ماشي كده، أنا بخرج من الدرس وأنا فعلا متعب. فاللي بيسألني ده يلطشني وأنا ماشي ما أقدرش أركز معاه. أما برفض أنا مش برفض لذات الرفض، لا أنا ركزت 3 ساعات لحد دلوقتي، يعني ما حصلش الاختلاط ولا سوء الحفظ. سيبني أنت بقى ما تقدرش تتك على دول لغاية ما تبوظها. نعم. هذا سائل يقول قوله فوضح أن رواية حماد مدلسة أو مسواة، ذكرتم أن التسوية حذف اثنين، والذي في كتب المصطلح هو أن التدليس هو حذف ضعيف بين ثقتين. دي صورة ودي صورة. دي صورة ودي صورة. صاحب تدليس التسوية قد يحذف وسطة وقد يحذف وسطتين. ذكرتم فضيلتكم أن ورود التسوية الواسطة بين الراويين دلالة على انقطاع الوجه الثاني. دلالة، لكن يمكن الاستدراك عليها أنه هو يجيب سند صحيح
يخلي اللي هو بدون ان هو قول سمعت، فيبقى من المزيد في متصل الاسانيد. ماشي، الله عليك.